السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير وجمعتكم مباركة مقدما إن شاء الله. عاجل وهام، الحوثي يجدد عرضه لصرف المرتبات، وإلى التفاصيل. جدد محمد علي الحوثي عضو المكتب السياسي الأعلى بصنعاء اليوم الخميس طرح عرضه بشأن صرف المرتبات. يتضمن العرض توريد كافة الإيرادات في مناطق صيدرة التحالف جنوب اليمن إلى البنك المركزي في صنعاء مقابل ضمانته صرف المرتبات. وأكد الحوثي بأن الشعب اليمني ليس بحاجة لقرض من البنك الدولي أو غيره، ومع أن الحوثي سبق وأن طرح العرض خلال فترات مفاوضات سابقة، إلا أن توقيت عرضه يشير إلى استعداد صنعاء صرف المرتبات في ظل فشل الحكومة الموالية للتحالف، وربما قد يمهد ذلك لتسهيل مفاوضات مرتقبة بشأن الإجراءات الإنسانية بما فيها صرف المرتبات. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.